حول الموضوع عندما لنا عبر الهاتف من الموصلة الدكتور صلاح حسن الطائي مدير عام صحة نينوى. دكتور صلاح مساء الخير، أهلا بك معنا. 17 مليون دولار هي ما طلبت به اليونيسف لإعادة إصلاح المرافق الصحية في العراق، بالنظر إلى ما مر به الموصل من أحداث من إرهاب إلى أن خرج محتلو المنطقة من مقاتلي داعش، مستوى تدهور القطاع الصحي، يعني حجم الأزمة، حجم الحاجة ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون أن محافظة نينوى تعرضت إلى حملة إرهابية شرسة، هذه الحملة الإرهابية أدت إلى تدمير شامل لجميع البنى التحتية، لجميع قطاعات الصحة، لجميع المستشفيات، حيث انشلت الحركة الصحة في محافظة نينوى. لا توجد لدينا الآن مستشفيات، جميع المستشفيات مدمرة تدميرا كاملا. هناك أعداد كبيرة من النازحين والمرضى لا يوجد المكان لإجراء العمليات الجراحية. محافظة نينوى بحاجة إلى تدخل دولي، إلى تدخل أقليمي للنهوض ومساعدة أهالي محافظة نينوى. بصراحة التدخل والمنظمات يعني المساعدات التي يقومون بتقديمها لمحافظة نينوى هو يعني خجول، ليس بالمستوى المطلوب. نعم. لا توجد هنالك قلة الأدوية، قلة الأجهزة الطبية الموجودة في محافظة نينوى، فقط هنالك دعم من وزارة الصحة. الدعم نعم. الذي تقوم به المنظمات الدولية هي دعم قليل صراحة، ليس بالمستوى المطلوب. طيب، يعني عندما نتحدث عن وجوب إعادة بناء المرافق الصحية، يعني يجب النظر إلى ربما الأشياء المتدهورة أو تدهور القطاع الصحي، هل في الكادر الطبي، هل في الأجهزة، هل في المستشفيات أو الأبنية، أم في ماذا بالتحديد، أم كلها مجتمعة، وحجم ربما الحاجة لتغطية كل هذا التدهور الآن؟ صراحة نحن بحاجة، محافظنا بحاجة إلى الأجهزة الرئيسية، الأجهزة الطبية، خاصة جهاز الرنين والمفراس. هذا الجهاز مفقود في محافظة نينوى، الأجهزة تعرضت إلى تدمير شامل في تحت الأمطار حاليا. هذه الأجهزة في محافظة نينوى لا يوجد جهاز رنين، لا يوجد جهاز مفراس، لا يوجد أجهزة للقسطرة، لا يوجد أجهزة لأجهزة غسل الكلى فقط. هنالك أجهزة مجهزة من الوزارة التي تقدم خدمات بسيطة للمرضى. نعم. طيب دكتور صلاح، ما جعل اليونيسف تتحدث في هذا التقرير هو وضع طفولة بالتحديد. قالت اليونيسف بأنه نحو 750 ألف طفل لا يجدون ربما الخدمات الصحية الأساسية، ويجدون صعوبة في الحصول على هذه الخدمات الصحية الأساسية. يعني الخدمات الموجهة إلى الطفل بمرتبة أولى كيف هي، فيما يخص اللقاحات، فيما يخص ربما المواد الإسعافات الأولية، كل ما يخص طفل. يعني اليونيسف قالت بأنه 750 ألف طفل في العراق وتحديدا في الموصل. الإسعافات واللقاحات التي تقدمها المنظمات كما قلت لك يا أختي عزيزة ليس بالمستوى المطلوب. اللقاحات التي تقدمها فقط، هناك لقاحات ودعم تقدمها وزارة الصحة العراقية. نعمل من جميع من المجتمع الدولي، نعمل من المنظمات الدولية الإسراء في إعادة بناء المؤسسات الصحية في المحافظة. دكتور صلاح، يعني ما يتم تقديمه ليس بالمستوى المطلوب كما تذكر، كما ذكرت، لكن حضرتك مدير عام صحة نينوى، هل من خطة وضعت من قبل الحكومة العراقية بالتعاون معكم، بالتعاون مع كل المحافظات والجهات، بشكل يمكن النهوض بالقطاع الصحي الآن، بشكل يمكن الاستفادة من الدول المانحة وما تقدمه المنظمات أيضا عن طريق خطة واضحة؟ صراحة تم الآن إعداد الكشوفات المقدمة، حضرنا كشوفات من دائرة الصحة نينوى ومن قبل المهندسين لإعادة الكشوفات بالمستشفيات المدمرة، وحضرنا هذه الكشوفات وأعددناها لتقديمها إلى المؤتمر الذي سوف يعقد في الكويت. كلنا أمل بأن هذا المؤتمر سوف يقوم بدعم محافظة نينوى والقطاع الصحي في المحافظة، إضافة إلى المؤسسات الحكومية الأخرى في المحافظة التي تعرض أيضا للدمار أسوة في القطاع الصحي.
أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الدكتور صالح حسن الطائي مدير عام صحة نينوى. دكتور صلاح كنت معنا عبر الهاتف من الموصل، شكرا جزيلا لك.